السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعونا فيها. مرسوم رئاسي في موريتانيا بتعيين أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للشباب بعد أزيد من عام ونصف على لقاء الرئيس بالشباب. انطلاق أعمال الأسبوع الموريتاني الأول للطب التقليدي في نواكشوط وسط دعوات إلى رفع مستوى وعي المجتمع بأهميته. منتخب المرابطون يفوز على جنوب السودان في مباراة الإياب بأربعة أهداف مقابل صفر، ويلتقي المنتخب التونسي الشهر القادم. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. أصدرت الرئاسة الموريتانية مرسوما يقضي بتعيين أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للشباب بعد أكثر من سنة ونصف من انتظار هذه الخطوة، التي تأتي في سياق تحضير السلطة للحوار السياسي ومساعي استقطاب حاد وتجاذبات تشهدها الساحة السياسية الموريتانية. نتابع تفاصيل أفاد من التقرير التالي. بعد أكثر من عام ونصف من الترقب والانتظار، حانت ساعة الصفر وتم الإعلان عن ميلاد المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للشباب المكون من 14 اسما، هي عدد المكتب الأول في تاريخ المجلس. في 20 من الشهر الثالث 2014 بدأ لقاء الشباب مع الرئيس محمد العبد العزيز، ليدوم اللقاء 3 أيام متوالية وبحضور من تم اختيارهم من ممثل الشباب. تواصلت النقاشات في هذه الأيام حول المشاكل التي تم طرحها من طرف المشاركين، وكان من بين التوصيات إنشاء مجلس أعلى للشباب، وتنص التوصيات على أن هذه الهيئة غير سياسية ويناط بها دور استشاري والاطلاع بدور في القضايا الكبرى التي تعني الشباب، كما نص البيان الختامي لرئيس الجمهورية. فهل يفي قادة المجلس بما جاء في البيان بعد مرور ما يزيد على السنة من إنشائه؟ في دراسة هي الأحدث من نوعها من منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، تتصدر موريتانيا قائمة الدول الأكثر نسبة للبطالة، حيث تصل نسبة البطالة 30%، وتعود النسبة الكبرى منها للشباب حيث تصل إلى 70%، مما يجعل التحدي كبيرا حسب المراقبين. أسماء عديدة وقع عليها الاختيار لتمثيل الشباب في مجلسهم، فهل يسهم هؤلاء في خفض نسبة المشاكل التي تواجه الشباب الموريتاني؟ يتساءل الكثيرون. قال رئيس رابطة الأطباء التقليديين في موريتانيا محمد ولادجا أن الطب التقليدي بالبلد يحتاج رفع مستوى وعي المجتمع بأهميته ونشر السلوكيات المعززة لاستخدامها الرشيد. وأشاد ولادجا في كلمة له خلال انطلاق الأسبوع الموريتاني الأول للطب التقليدي، أشاد بدور الطب التقليدي في تعزيز المنظومة الصحية في موريتانيا. تفاصيل أفاد من التقرير التالي. الأسبوع الموريتاني الأول للطب التقليدي الأصلي، أسبوع يقول منظموه إنهم يريدون من خلاله نفض الغبار عن نمط طبي أصيل ومتجذر في الثقافة الصحية الموريتانية، نمط ظل يحتل مكانته رغم منافسة الطب الحديث، والذي أضحى خيارا وبديلا لدى الكثير من الموريتانيين اليوم. اليوم الإفريقي 13 للطب التقليدي الأصلي، وهو اليوم الذي حددته منظمة الصحة العالمية في 31 من أغسطس من كل عام، والتزمت به الدول الأعضاء ومن بينها بلادنا، اعترافا بالجهد الكبير الذي بذله آباؤنا وأجدادنا لاكتشاف وتجربة واستعمال المواد الطبية والغذائية الطبيعية، والتزامهم الاشتراطات الضرورية لمن يتصدى لممارسة مهنة التطبيب. وزارة الصحة الموريتانية، أشار ممثلها في حفل انطلاق أسبوع الطب التقليدي بنواكشوط إلى ضرورة التفكير في رسم مقاربة تسهم في تنظيم هذا الطب من أجل أن يتكامل مع النظم الصحية ويلعب دورا في التغطية الصحية الشاملة. فإني لعلى يقين من أن العروض والمداخلات العلمية التي ستثرى بها هذه الندوة مختصون من مختلف المشارب سوف تسهم لا محالة في رسم مقاربة لدور الطب التقليدي
الذي إذا ما تم تنظيمه بشكل جيد يمكن أن يكون متكاملا تماما مع النظم الصحية. ورغم الانتقادات التي توجه للطب التقليدي بموريتانيا، إلا أنه ما زال يحتفظ برواد كثر لا يبغون عنه حولاه، فهو وجهتهم الأولى والمفضلة، وبعضهم يمزج بينه وبين الطب الحديث، وهو بذلك يجسد مبتغى وأهداف التيار الداعي إلى خلق تكامل بين الطبين من أجل النهوض بالمنظومة الصحية الموريتانية. ومعنا في الاستديو فاول عبد الله ولوفا نائب رئيس رابطة الأطباء التقليديين في موريتانيا. أهلا وسهلا. إذا انطلاق الأسبوع الموريتاني الأول للطب التقليدي، ما الذي يتوقع أن يضيف للطب التقليدي بموريتانيا؟ في الحقيقة اليوم يأتي تزامنا مع اليوم الإفريقي 13 للطب التقليدي، والذي تنظمه المنصحة العالمية دوريا كل سنة. في الحقيقة هذا الأسبوع الأول للطب التقليدي الموريتاني هو نشاط قامت به رابطة الأطباء التقليديين لتذكر أو لتنفض الغبار عن التجاهل المقصود أو غير مقصود الذي تصر عليه وزارة الصحة كجزء من الحكومة الموريتانية. طبعا هنالك مشكلة التنظيم في الطب التقليدي، هذه المشكلة لابد أن توضع لها حلول ناجعة وبعض من الاستراتيجيات التي يجب يعني ما الذي ينتظر أن يتضمن هذا الأسبوع باعتبار الأسبوع الأول؟ هو أسبوع يأتي من أجل تنظيم لفت الرأي العام وكذلك وزارة الصحة إلى أن هنالك رابطة الأطباء التقليديين تعمل على الرفع من مستوى الطب التقليدي دواء وأساليبا وتكوينا للأطباء التقليديين، وترجو أن تفعل وزارة الصحة المقرر الصادر بتاريخ 31 يونيو 2012 والذي يدمج الطب التقليدي داخل المنظومة الصحية ضمن إطار ما يعرف بالبرنامج الوطني للطب التقليدي. طبعا هنالك إشكالية كبيرة يعاني منها الطب التقليدي الموريتاني، وهي إشكالية التنظيم. كما تعلمون ليست هنالك رقابة على العيادات التقليدية، ليس هنالك تكوين ولا تأطير ولا دمج للأطباء التقليديين، وهذه مسؤولية الدولة، والرابطة تعمل جاهدة على أن توجد حلولا ناجعة من خلال الندوات التي يتخللها هذا الأسبوع، والتي ستلقى من أجل وجود حلول ناجعة ومفيدة لمختلف المشاكل التي يعاني منها الطب التقليدي الموريتاني. يعني لاحظ ان الطب التقليدي يشكو من الفوضى، وتمت الدعوة ايضا خلال انطلاقة هذا الاسبوع للتفكير في رسم مقاربة تسهم في تنظيم الطب التقليدي. منظمة الصحة العالمية كانت سباقة لوضع استراتيجية 2014-2024 لدمج الطب التقليدي، ودعت كل الدول التي تنتمي لها وخاصة الإقليم الإفريقي إلى دمج الطب التقليدي عن طريق منظومة قانونية، وأن يتم تدريب الأطباء التقليديين وتأطيرهم ودمجهم في المنظومة الصحية للرفع من مستوى الصحة في هذه البلدان. لكن العائق الكبير يبقى، رابطة الأطباء التقليديين لم تجد تلك الإشارات الإيجابية التي كانت تتوقع أن تجدها من الحكومة الموريتانية ووزارة الصحة، ما زلنا ننتظر تلك المؤشرات التي يتم من خلالها تفعيل المقرر الآن في الذكر، وإيجاد تنظيم للطب التقليدي بالتنسيق مع رابطة الأطباء التقليديين طبعا، يتم من خلاله الحد من هذه الفوضى التي أصبحت بادية بادية للعيان. فقط ما يحتاجه طبعا، لكن لا هو هنالك هذه الفوضى العارمة التي أصبحت منتشرة في مختلف نواحي العاصمة، الرقية الشرعية والطب التقليدي، الرقية الشرعية والطب التقليدي، وهنالك فرق شاسع ما بين الطب وما بين الممارسة التقليدية للشرع للرقية كعلم معروف متعارف عليه، لكن لا يدخل ضمن إطار الطب التقليدي. طبعا هنالك مقاربات، هنالك حلول، هنالك ما يخص
هو فقط أن نجد آذانا صاغية ونجد من يمد يد المساعدة لهذا الركن المهم من طبنا الذي يعتبر تراثا ويعتبر ذا فعالية كبيرة. وكما أصدرت منظمة الصحة العالمية أن 80% من الذين يرتادون بحثا عن استشفاء هم يتجهون في الأكثر إلى الطب التقليدي. طب يعني إلى أي حد أسهم الطب التقليدي بموريتانيا في خلق تكامل بينه وبين الطب الحديث؟ طبعا التكامل إذا كان هنالك هو ولا بد, شخصيا لا أؤمن أنه يمكن أن يتناقض العلم مع العلم إطلاقا. إذا كان الطب التقليدي علما وهو علم بكل المقاييس والطب العصري أو الحديث علم, لا يمكن أن يكون هنالك تناقض. هنالك فقط اختلاف الرؤى واختلاف النظريات التي يبنى عليها كل طب. هذه الاختلافات ليست هي الجوهرية. الجوهر هو النتيجة. إذا ما استطاع الطب التقليدي في موريتانيا أن يطور من فعاليته وأن يتم تمويل البحوث التي تستخرج لنا الكنوز العديدة في 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 بوادينا وفي نباتاتنا وفي مختلف وسائل التغذية ووسائل العلاج, فإن الطب التقليدي سيقفز قفزة نوعية تسهم في إيجاد الحلول المتزايدة للكم الكبير من المشاكل الصحية التي تعاني منها موريتانيا اليوم. إذن أوفاء العبد الله بالوفاء نائب رئيس رابطة الأطباء التقليديين في موريتانيا, شكرا جزيلا لك. شكرا. أدى مساعد وزير الدفاع السعودي محمد بن عبد الله العايش زيارة إلى موريتانيا, التقى خلالها كل من الرئيس الموريتاني والقائد العام لأركان الجيوش الموريتاني. وتتوقع مصادر إعلامية أن يكون هدف الزيارة تنفيذ التفاهمات بين البلدين بشأن مشاركة قوى عسكرية موريتانية في حرب السعودية ضد الحوثيين. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. زيارة يؤديها مساعد وزير الدفاع السعودي محمد بن عبد الله العايش إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط لبحث مجالات التعاون العسكري والدفاع المشترك بين البلدين. زيارة التقى خلالها نائب وزير الدفاع السعودي بنواكشوط كل من الرئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز والقائد العام لأركان الجيوش الموريتانية محمد بن محمد أحمد. وهو اللقاء الذي أوردت مصادر إعلامية أنه يهدف للتنسيق المشترك بين البلدين بشأن الدور الذي يمكن أن تلعبه موريتانيا إلى جانب السعودية في الحرب التي تخوضها الأخيرة ضد الحوثيين في اليمن, وتنفيذ التفاهمات التي خلصت إليها المباحثات التي جرت بين الملك سلمان والرئيس الموريتاني خلال زيارة الأخير للرياض الأسبوع الماضي. الوكالة الموريتانية للأنباء أشارت إلى أن اللقاء تضمن إلى جانب موضوع التدريب والمناورات العسكرية المشتركة مجالات أخرى لم يتم الإفصاح عنها, فيما توقعت مصادر إعلامية أن تشمل المباحثات بين قائد أركان الجيوش الموريتانية والضيف السعودي موضوع القوة العسكرية التي ستشارك بها موريتانيا في الحرب ضد الحوثيين في اليمن. وتأتي زيارة مساعد وزير الدفاع السعودي إلى موريتانيا بعد أيام من زيارة الرئيس الموريتاني إلى المملكة العربية السعودية رفقة وفد ضم وزراء الخارجية والمالية والاقتصاد. وتميزت الزيارة بتكتم شديد على نتائجها, حيث لم يعلن الطرفان عن توقيع أي اتفاق جديد بين البلدين كما جرت العادة في الزيارات المماثلة. رياضيا في هذه النشرة, فاز منتخب المرابطون على منتخب جنوب السودان 4-0 في مباراة الإياب التي أقيمت بالملعب الأولمبي بنواكشوط. هدف المرابطون الأول سجله المهاجم مولاي أحمد الملقب بسام قبل أن يضيف زميله بكيل السالم صاحب هدف المرابطون في مباراة الذهاب هدفه الثاني. ويسجل اللاعب الوسط سامبا عبد الله هدف المنتخب الثالث ليختم المهاجم اسماعيل جاكيتي باب التسجيل بإضافة الهدف الرابع. ومعنا في الاستديو الكاتب والناقد الرياضي أبا شيخنا محمدي, أهلا وسهلا. لأن منتخب المرابطون يفوز 4-0 أمام جنوب السودان بعد أن تعادل في مباراة الذهاب, ما تعليقك؟ صحيح, صلى الله على النبي الكريم. تعليق على مباراتين, مباراة كانت من طرف واحد, من طرف منتخب وطني المرابطون, عرف كيف يروض منتخب جنوب السودان, عرف كيف يفوز عليه. منتخب جنوب السودان بدأ أنه منتخب ضعيف, يبدو أن مباراة الذهاب وأمطارها ورياحها أثرت بشكل سلبي على منتخب وطني خصوصا من ناحية التهجيف.
يعني المباراة كانت متعادل هدف هدف، ومباراة الإياب كان الشوط الأول مقبول من جانب منتخب جنوب السودان، الشوط الثاني سيطرة المنتخب الوطني، سيطرة بسهم بويقيري وحمد تقي الله أدن كذلك خاسة كمارا وقدر يجعله. لأن كيف وجدت الخطة التي خاض بها كونيتان مارتينيز والتغييرات التي أجرى؟ الخطة كانت جيدة، خطة البداية، لكن تغييرات لم تكن موافقة لسير المباراة، لأن المنتخب الوطني كان فائز، كان متقدم، جماعة على فرصة للاعبين لم يشاركوا، جماعة على فرصة كان أكبر للي عمر، إعادة علي عبيد كظهير رئيس سارة ودخول صنبة في مكان، يعني صنبة دخل مكان خاصة كاميرا كلاعب ارتكاز ثالث إلى جانب تاقو الله دانه، وهو معروف أنه لاعب جناح في تفرازينا، وكذلك دخول علي الشيخ الفلاني كان متأخرا بعض الشيء، بعدين سجل بيلي الذي كان الأفضل في المباراة بالإضافة إلى إسماعيل جاكي وظهير اليسار محمد دول. تشكيل المباراة غاب عنه يلي دلاهي وغاب عنه عبد الله السلاقي، لأنه بعد أربعة أيام تقريبا سنلعب في باماكو ضد لأنه منتخب محلي، عناصر منتخب محلي المسيطرة بطبيعة الحال على المنتخب الأول، وعناصر المنتخب المحلي ستلعب بعد أربعة أيام كما ذكرت في باماكو بمباراة الذهاب، اي ان كان يجب اراحه تقي الله الدن باخراج عنصر اساسي في المنتخب، كان يجب اخراج مامادواد، اخراج علي عبيد لانه عناصر اساسيه في المنتخب، اخراج بيقيلي بوقت اسرع. هل كان لغياب هؤلاء اللاعبين الذين ذكرت كان لهم تاثير في على اداء المنتخب؟ صحيح، كان لهم تاثير كبير على اداء المنتخب، لانه ضد جنوب افريقيا لعبنا الكره وفزنا، اليوم فزنا ونلعب كره جيده حققت رغم ان النتيجه 4 أهداف لان المباراه كانت 3-1، جنوب افريقيا كان يتواجد يلي دلاهي ومحمد تقي الله الدن بالإضافة إلى عبد الله السلاقي كثلاثي وسط. قوة منتخب جنوب افريقيا في وسط ميدان في فورمال في مانغوزا في سيريرو، هذا ثلاثي وسط جيد جدا لمنتخب جنوب افريقيا، بينما قوة جنوب السودان تكمن في الأجنحة وفي لاعبي الخبرة كالحارس جمعة جينارو، كالمدافع أغستي، كلاعب رقم 9 المزعج جدا أغورو، بالإضافة إلى جاستن ريشارد عجوز جدا 39 عام الذي دخل في الشوط الثاني، هاي العناصر كان يجب السيطرة عليها بعناصر أفضل لو تواجد الثلاثي قائب بطبيعة الحال للإصابة أو للإراحة لمباراة، وهذا ما يتم له مباراة يعني مالي. في مباراة الإياب لاحظ ضعف أداء منتخب جنوب السودان وليس مضاعفة جهود منتخب المنابط. صح، لأن مباراة الذهاب ضد جنوب السودان كانت قائبة تقريبا لم نشاهدها بتقنية المطلوبة، لكن عطفا على لقاء جنوب افريقيا اللي فزنا ب3 على منتخب جنوب افريقيا في الملعب الاولمبي كان الاداء رجيء مقارنه مع ذلك الاداء ضد جنوب افريقيا، لعبنا كره جميله، لعبنا كره سلسه، كره حقيقيه، لعبنا بنهج كروي، اذا كان لدينا نهج كروي يجب ان نطبقه ضد منتخب ضعيف كمنتخب جنوب السودان، كان يجب ان تكون السيطره اكثر، يجب ان يكون التنوع في اللعب اكثر، في الشوط الاول لعبنا كره طويله، في الشوط الثاني بعد دخول صامبا وزياده لاعبي الوسط او تنوع لاعبي الوسط، لان خاصه وقدري تقريبا هم نفس الخامه نفس خامه اللاعبين، تقي يختلف عنهم، بدخول صامبا مكان خاص اصبح ثلاثي وسط مختلف، قدري مختلف عن تقي، والتقي بطبيعه الحال مختلف عن صامبا. طيب المرابطون يواجه منتخب تونس شهر نوفمبر القادم، هل تعتقد أن بإمكان المرابطون عبور نصور قرطاج؟ منتخب تونس حاليا ليس في افضل حالته، منتخب تونس يعتمد على لاعبين يلعبون في دوري قطر، مع احترام دوري قطر للمساكن في دوري قطر، افضل لاعبي تونس وكذلك الدراجي لاعب التعاون التونسي، يوجد لديهم الشيخ ايصر لاعب في زيوريخ السويسري، افضل لاعب لديهم هو الخزري تقريبا في بوردو الفرنسي، بعض اللاعبين يلعبون في الدوري التونسي مثل حتى لاعبين تونس، افضل لاعبين تونس هو لاعب فخر الدين بن يوسف ذهب الى ميتس الفرنسي، سقط ميتس الدرجه الثانيه، عاد بطبيعه الحال الى الترجي، والترجي لم يحقق نتائج جيده في وجود فخر الدين بن يوسف، حتى الافريقي في وجود صابر بن خليفه عايد من مارسي، حتى تونس منتخب المباراه الاخيره خسر امام ليبيريا في ليبيريا بهدف لصفر، هناك حاله من عدم الرضا على الجهاز الفني المصاحب لأنري كاسبرجاك بعد إقالة المدرب الأول، لأن هناك مساعد مدرب فرنسي اسمه باس لا زال مستمر يقول بأنه تدخل في طبيعة الحال بتغييرات المدرب، هناك حالة قصوى تونس، حتى أنني البارحة كنت ضيفا عن طريق الهاتف في برنامج سوع سبور التونسي، كانوا يتحدثون بشدة عن المنتخب الوطني ويسألون عن المنتخب الوطني وعن حاله، متخوفين، لاحظتم لقد أنهم متخوفين من المنتخب الوطني ومن قوة فوزه، خصوصا الفوز الأخير على منتخب جنوب أفريقيا، يسألون عن دومينيك دا سيلفا الذي كان أفضل لاعب تونس، قلت لهم دومينيك دا سيلفا الآن ليس متواجد المنتخب، ظنوا بأن دومينيك دا سيلفا ليس لديه مكان في المنتخب، مع أن بويقيلي موجود ويسجل هذا مبارك ما أفضلية دومينيك دا سيلفا، لكن عندما يستبعد لاعب مثل دومينيك دا سيلفا وتأتي نتائج إيجابية ويكون المردود على تونس، يظنون تونس بأن منتخب موريتانيا رغم أنه بأفضل حالاته، لكنهم يظنون بأنه بتاريخ المنتخب موريتانيا قادر على صنع التاريخ من بوابة تونس، لأن تونس ليست بأفضل حالاتها. إذا الكاتب والناقد الرياضي أبو شيخنا محمدي، شكرا جزيلا لك. شكرا.
يمثل وزير الداخلية والمركزية أحمد العبد الله موريتانيا في أعمال المنتدى الدولي الثالث المنظم بإيطاليا حول التنمية الاقتصادية المحلية. المنتدى الذي يشارك فيه وزراء الداخلية بعدد من البلدان العربية والأوروبية تنطلق أعماله اليوم ويستمر إلى غاية 16 من شهر أكتوبر الجاري. نددت النقابة الوطنية للمعلمين في بيان لها بما سمتها المضايقات التي قالت إن بعض قادتها ومناضليها يتعرضون لها من حين لآخر من طرف وزارة التهذيب الوطني وبعض الإدارات الجهوية. وقالت النقابة إنها لا تجد تفسيرا لمثل هذه المضايقات سوى ما وصفتها المواقف المهنية التي تعبر عنها والمتعلقة بوضع المعلم والتعليم في موريتانيا. نظمت وزارة الزراعة والبيطرة ملتقا تكوينيا من نواكشوط حول سياسة المتابعة والتقييم، شارك فيها ممثلون عن عدد من القطاعات الحكومية. ويناقش المشاركون في هذا الملتقى نماذج من سياسات المتابعة والتقييم لدى موريتانيا وأسبانيا، كما يتبادلون الخبرات والتجارب في هذا المجال. يأتي هذا التكوين في إطار مشروع الدعم المؤسسي لإدارة السياسات والإحصاءات والمتابعة والتقييم الموجود من طرف التعاون الإسباني. ويستفيد من هذا التكوين طواقم إدارات السياسات والمتابعة والتقييم بوزارتي الزراعة والبيطرة وضباط الربط على مستوى الإدارات المركزية والمندوبيات الجهوية لوزارة الزراعة. أيها السادة والسيدات، خلال هذه الورشة والتي ستدوم يومين سيتم توفير خبرات مختص في مجال المتابعة والتقييم لشرح وتوضيح مفاهيم المتابعة والتقييم والآليات المتبعة في هذا المجال. وبدورهم سيقدم المشاركون تجاربهم وخبراتهم في هذا الميدان لتعميق الفهم وتحسين الخبرات وإثراء النقاش حول هذا الموضوع الهام. إلى الشأن الفلسطيني، حيث تواصلت المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية، مما أدى لسقوط 4 شهداء جدد وإصابة عدد من المتطرفين اليهود. فيما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الإصابات وصل خلال الأسبوعين الأخيرين ل1400. نتابع. استشهد شاب مساء الثلاثاء خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في بيت لحم جنوب الضفة المحتلة، ما يرفع عدد الشهداء ومنذ بداية انتفاضة القدس إلى 31 شهيدا. وقالت مصادر طبية إن الشاب معتز زهراوى 20 عاما استشهد مساء إثر إصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات ببيت لحم. كما استشهد الشاب علاء أبو جمل 20 عاما بعد إطلاق النار عليه من مستوطنين في القدس المحتلة بعد تنفيذ عملية دهس تسببت بإصابة عدد منهم. كما استشهد الشابان بلال غانم 21 عاما والأسير المحرر بهاء محمد خليل عليان 24 عاما بعدما نفذ عملية دهس وإطلاق نار في شارع ما يسمى ملوك إسرائيل بالقدس المحتلة. اعترفت قوات الاحتلال أنها تسببت بمقتل مستوطنين وإصابة 17 بجروح. وبالشهداء الجدد، ترتفع حصيلة الشهداء منذ اندلاع انتفاضة القدس مطلع الشهر الجاري إلى 31 شهيداً، بينهم 7 أطفال في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبين الشهداء 20 شهيداً من الضفة المحتلة و11 من قطاع غزة. وأكدت وزارة الصحة أن عشرات أصيبوا في مواجهات مع قوات الاحتلال في بيت حانون وشرق البريج ورام الله والخليل. وأكدت وزارة الصحة أن عدد المصابين بالرصاص الحي والمطاطي والاعتداءات بالضرب والإصابات بالحروق نتيجة اعتداءات الاحتلال ارتفعت منذ بداية الشهر، حيث بلغت أكثر من 1400 إصابة، منها 350 بالرصاص الحي و 650 بالرصاص المطاطي، فيما أصيب الآلاف بالاختناق نتيجة الغاز السام. وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 150 اعتداء بالضرب على المواطنين والأطفال من جيش الاحتلال والمستوطنين. وكشفت الوزارة أن 200 طفل أصيبوا بجروح، منهم 90 بالرصاص الحي و55 بالرصاص المطاطي، فيما أصيبت 40 سيدة، منهن 3 بالرصاص الحي و4 بالمطاط و13 اعتداء بالضرب و20 اختناقا بالغاز السام. من ناحية أخرى، استنكرت المبادرة الطلابية لمناهضة الاقتراق الصهيوني وللدفاع عن القضايا العادلة للاعتداءات المتكررة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد الشباب الفلسطينيين العزال.
ونددت المبادرة في بيان صادر عنها بما سمته التنسيق الأمني الفج الذي تقوم به سلطة الرئيس محمود عباس مع الاحتلال الصهيوني. ودعت المبادرة إلى المشاركة في احتجاج ستنظمه يوم الخميس أمام مقر الأمم المتحدة بنواكشوط نصرة للأقصى وتنديدا بالصمت العربي والدولي تجاه ما يحصل في فلسطين. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها. مرسوم رئاسي في موريتانيا بتعيين أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للشباب بعد أزيد من عام ونصف على لقاء الرئيس بالشباب. انطلاق أعمال الأسبوع الموريتاني الأول للطب التقليدي في نواكشوط وسط دعوات إلى رفع مستوى وعي المجتمع بأهميته. منتخب المرابطون يفوز على جنوب السودان في مباراة الإياب بأربعة أهداف مقابل صفر ويلتقي المنتخب التونسي الشهر القادم. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. دمتم في أمان الله.